avec ta position, ouais. Je suis comment c'est là. Elle a fait un crochet de la tête. فرنسا الا دخلتنا حنا للدار راه قاده بالشعب ديالها، هذه لا فيغيتي، قاده بالشعب ديالها، حيت اللي كيخدم الا جلس في الدار وما يقدرش يخرج كتخلصو 100%، كتعطيه الا كيخدم مليون ونص كتعطيه ديك مليون ونص في الشهر وهو جالس في الدار. صباح الخير الزينات ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا فوق في كيك، كي قالوا لنا بالريفيه فوق في كيك، ما عرفتش منين جابوها. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم فيديو جديده اللي بيان سور غادي يكون فيها حاجات زوينين، كيف غادي تكونوا شفتوا من العنوان، وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحاجات اللي غتستافدوا منهم، غادي تعقموا بهم الدار ديالكم، كيفاش تعقموها، كيفاش تطلعوا في حاجاتكم ينفوا تدخلوا من الدار، كيفاش تحافظوا على راسكم، وكيفاش تحافظوا يعني نتوما على راسكم، ماشي البوليس ماشي شي حد اخر. المهم انا ما ديوهاش في هادشي، كنوجد لاغوسيت ديال البوكاديو ديال الريف اولا ديال طنجه، ديال طنجه وديال الريف، البوكاديو اللي معروف اون توكا كنوجدو. اللي بغات لاغوسيت، اللي بغات لاغوسيت باش يصدق لك كيف كيف بحال هذاك المحلات مع السر ديالو، غادي تلقايها في واحد الفيديو راه على القناه ديالي اللي فيه المعقم، التصويره بحال هكا مع المعقم بحال هيدا، فوالا هو هذا فاش غادي تجبريه، فوا دوز لاغوسيت ديال المعقم راه فيه هاد لاغوسيت ديال البوكاديو. غير صلابا ماما، ايوا صافي سما لاباش، غير صلابا مونشيري. ايوا صافي البنات، جيت معكم اليوم نوعي شويه ديال الناس اللي باقي كيسحب لهم المرض الضحكه، والله العظيم البنات الا باقي الناس غادي نوريكم دي فيديو اللي غادي تشوفوهم وغادي تصدموا. كاين شي ناس هنا نيت هنا في فرنسا، انا نهضر لكم غير هنايا في باغي غير حدايا، ما نمشي لكمش بعيد. كاين شي ناس فريمون باقي صحاب لهم بلي هاد المرض الضحكه، ايماجي ما كيخافوا لا على حياتهم لا على وليداتهم، سواء عيالات سواء رجال، يعني ما يخافوا على حتى حاجه. سي بيزار هادشي، ولا كيصدمني انا والله العظيم الا ولا كيصدمني، باسكو دابا البنات حنا كنشجعوا بعضياتنا، انا براسي كنقنط، انا قنط الجو دابا حتى جلسنا في الدار، حنا منحصرين في الدار، عاد الجو زيان وعاد الجو ديال لي بيكنيك، الجو ديال الحاجه تفوجي، نحيد الكاسك. كيف كنت كنقول لكم البنات يعني فوالا، يعني بحال اللي ما مستخفين من الامر، يعني ما خديينوش بجديه. علاش؟ باسكو هما ما مرضينش، ولا حيت شي واحد قريب ليهم ما مريض، ها علاش خديينو بواحد السخافه، بواحد ما عرفتش البنات كيفاش نشرح هذا الموضوع، مي فريمون سي دوماج، سي دوماج فريمون سي دوماج، باسكو الناس لمصلحتهم، الى لا لوا خدات قرار انه حنا نجلسوا في الدار، راه ماشي خداتو هي هكا، راه خداتو لمصلحتهم، مصلحتنا بالمعنى، مصلحتنا يعني الى جلسنا الى حنايا مرضنا، راه ماشي هما اللي غادي زعما يمرضوا ولا هما، راه حنا اللي كنتاذاو، وليداتنا اللي كيتاذاو، وعائلتنا اللي كتاذى، هما باغيين يحافظوا علينا، باغيين يعني يكونوا في سلام كي كنقولوا، ولكن البشر ديالنا خص نقص التوعيه، سواء كنهضر على الناس ديالنا بعدا فيهم الخوف، سينو كنهضر على بزاف، ما عرفتش كاين نص هكا كاين نص هكا، يعني كاين جميع الانواع ديال الناس، كاين الناس اللي كيكونوا كيخافوا كيجلسوا في ديورهم وكيشدوا يعني الارض وكيخرجوا الا في حاله بالقانون، كيخرجوا يعني بالقياس مره في السيمانه اولا، الا مثلا خرجتي اليوم ما غاديش تخرجي عاوتاني غدا يلقاوك كيكونتروليوك انت براسك، يعني كل نهار لنهار، مشيتي اليوم للفارماسيان واحد اليومين عاد غادي تخرجي وتمشي تقضي التقضيه ديالك، ومن بعد تغبري واحد السيمانه عاوتاني حتى يخرجك شي حاجه اللي ضروريه، شي كليه شي لعيبه هكا ضروريه هكا نورمالمون. راه دابا غوكمونطاو البنات، غوكمونطاو الاخر المولطا ولا البروسي، راه طلعوا له في الثمن، كان بداو واقيلا من 38 حتى ل 160 ولا ما نعرف، لا حتى ل 100 و 120 ولا ما عرفت، دابا راه واقيلا
135 أورو، ولكن ما عرفتش ابارتيغ دو كيل بري. يعني مثلا الا جبرو شي واحد عند الجزار مثلا ونسى لاتيستاسيون ما كتبهاش، هذاك بوتيتغ يعطيو له واحد المولطه اللي صغيره ما عرفتش. ولكن الا جبرو شي وحده مع شي وحده في شي بارك ولا شي دراري مجموعين مع بعضياتهم هما قطعوا لنا اننا نتلاقاو بليزامي ولا نديرو دي ريونيو فاميليال ولا حاجه بحال هكا، يعني هادوك غادي يعطيو لهم 135% ما عرفتش شنو يديروا لهم كاع. ولكن المهم بالنسبه للمولطه كاين فيها على حساب الظرف، على حساب واش الانسان غير خرج زربان ونسى واش اونسي جام ما عرفتش شافوك بزاف الخطرات كتخرج في النهار ما عارفينش كيفاش كيخدموا هذيك المولطه. المهم اللي بغيت نقول لكم من هادشي كامل فيها اتونسيون بالنسبه للناس اللي كيشوفوني هكا من المغرب وخدين الموضوع بسخافه مثلا، ما بقاتش الضحك. يعني دابا ديك الضحك وديك الفيديوهات نتاع كورونا تجي كورونا فيروس يجي للمغرب راه غادي زعما كنقولوا غادي يشوفنا كيعايشين غادي تهرب ما عرفش كاين لا هروب لا بجي بكري. المرض كاين وحاضر والناس مساكن في الرباط في الدار البيضاء طايحين في الارض حيت هو كيدوخ، كاينين بالكمامات واللي قاعد مساكن وطاحوا في الارض باسكو سقالهم شي حد في لونطوراج ديالهم. الله يحسن العوان، الله يشافي الجميع والله يحد الباس. الملك ديالنا الله يحفظه خذ الاجراءات دابا دغيا قبل ما يزاد الحال، حيت شاف فرنسا شنو وقع فيها، شاف ايطاليا، شاف الصين، شاف بزاف د الحاجات، ما بغاش ياخذ الريسك. دابا اللي علينا هو حنايا نعاونوهم، حنايا خاصنا نعاونوهم، خاصنا فريمون نعاونوهم. يعني نجلسوا في ديورنا نخرجوا كيف قلت لكم، الا ولا عندك شي سخره وتمشي تقداي بالقياس تاخذي دغيا وتخرجي، تاخذي الوقت ديالك شويه تشوفي المسائل ديالك وتشوفي اللي كاين وتخرجي باش تعطي بلاصه عاوتاني الناس اخرين يدخلوا. وكاينوا هكا هما كيعرفوا كيف كيمشيو داكشي عندهم الماكسيموم في المكازا شحال ديال الناس وكيعرفوا اللي كاين. سينو في المغرب الا باقي ما كاينش هاد كنقول لكم، يعني ما كاينش هاد اللعيبه تاع الناس يدخلوا بشويه بشويه للمرجان ولا بشويه بشويه الكارفور ولا المكازا، ديروه نتوما، خلي المسافه ديال مترو بينك وبين الشخص، ومني غادي تدخلوا ما تحسوش ما تكحزوش مع بعضياتكم. العائله سيفيني التليفون فقط، الجيران الله يحسن العوان قولوا لهم ما تلاقاوش، تلاقيتو سلام عطيه الطريق، جلسي انت في الصور عطيه الطريق يطلع حتى يفوت الدرجه عاد تبعي انت طلعي. ما ديروش لو ريسك، ما تريسكيوش بحياتكم بحيات وليداتكم. حافظوا عليكم وكاع الناس ماشي غير المغرب، ولكن حدوا الباس مادام المغرب باقي ما فيهش هادشي كثير. سمعوا عافاكم، سمعوا اللي عنده شي قهوه يسدان الله يحسن العون. مع انني كنتمنى من كل قلبي الصوت ديالي يوصل للملك ديالنا المغرب اولا لشي مسؤول يوصل، اولا لشي مرات شي مسؤول ولا مرات شي حد يعني كتفرج في اليوتيوب ولا حاجه بحال هكا. يعني كنتمنى يا ربي يفكروا في ديك الناس اللي كيبيعوا السندويتشات هي على برا، كيبيعوا الحويجات غير في الزنقه، كيبيعوا الخضره، كيبيعوا شي حاجه وكيسترزقوا بها وعندهم الكرا عندهم الدراري عندهم المسائل بزاف. الو كنتمنى يا ربي الدوله تفكر فيهم وتدي لهم السخره، كنتمنى يا ربي يديروا واحد التضامن بحال اللي داروا في الزنزال. ملي كان الزنزال وكل شيء في الحسيمه كانوا جابوا الغطاء جابوا الماكله جابوا، ولكن عطاوه بالوجهيات وكان الدوله كتاخذ هي اكثر منا حنايا وشي لاخر والله ما خدها. ولا حلفت لكم البنات بلي والله ما خدينا حنايا بعدا عائله عاديه فقيره، نقولوا من متوسطه الى فقيره باسكو عشت بلا الاب ديالي وماما اللي خدمت علينا، يعني خدمته كان عندها الفلوس راه ناكلو، ما خدمتش وما كانش عندها ما ناكلوش. هذه هي يعني كتسمى هذه الحاله فقيره فوالا، ما عندناش دار ديالنا ما عندناش هذا، يعني رحنا في الدار الوراثه، يعني كتسمى حاله ضعيفه. يعني واخا كانت كتوفر لنا اللباس اللي بغينا كلشي اللي بغينا مستورين واكلين شاربين الثلاجه عامره، مي كتسمى فقير، يعني لا تقطع عليك رزقك ما عندك ما تاكل، هذه كتسمى فقير. اوكي دابا الانسان اللي الحاله ديالو بحال هكا ملي غيقطعوا له يخدم مثلا كيفاش غادي يجيبها، كيفاش غادي يوكل هو ديك العائله اللي كتستناه، وكيفاش مول الكرا ملي يدق عليه يبغي حتى هو الصرف ديالو باش يمشي يتقدى كيفاش يعمل لها يعطي له الكرا، واش يخرجوا للزنقه. خاصكم تفكروا في هذه الحاجه، يعني قبل ما تدخلوا الناس للدار، فرنسا الا دخلتنا حنا للدار راه قاده بالشعب ديالها، هذه لا فيغيتي قاده بالشعب ديالها، حيت اللي كيخدم الا جلس في الدار وما يقدرش يخرج كتخلصوا 100% كتعطيه، الا كيخدم مليون ونص كتعطيه ديك مليون ونص في الشهر وهو جالس في الدار، كيخدم 3 المليون كتعطيه 3 المليون وهو جالس في الدار، كيخدم 10 المليون كتعطيه 10 المليون وهو جالس في الدار، وما كيتبدل عليه والو.
وحتى الا ما كانش خدام عنده لي غيصه وعنده التعاونيات وعنده واحد الشركات هكا كيعطيو الماكله وكلشي يعني كاين الخير ياكو البنات ولكن ياكو المسؤولين. بغيت نقول يعني كنتمنى من كل قلبي ان هذا الميساج ديروا اي يوتيوبرز في القناه ديالها. الا انا درتو عندي اكثر من 160 الف ياكو بالفضل ديالكم ان شاء الله تقريبا 170 الف. تقدر ديروا وحده اللي عندها 2 المليون، تقدر ديروا مثلا اكرام بلا لوفا اللي عندها 3 المليون، دير واحد الميساج للمسؤولين والمسؤولين كيعرفوا اليوتيوبرز المغاربه اللي كبار ويقدروا يديروه الدراري بحال منهم شنقول لكم منهم جمال الفا منهم بزاف ديال الدراري اللي عندهم 2 مليون الفوق عندهم ما نعرف شنو وكيخدموا مع الدوله كيخدموا مع كولابوراسيون مع الدوله. الو يقدروا يديروا فيديو بحال هكا ويقولوا لهم عافاكم المسؤولين ديك الناس اللي جلستوهم في الدار اللي كاينين في المغرب. كنهضر على المغرب حيت هو اللي ما عندوش كيخلصوا الناس ولا شي حاجه. هذوك الناس اللي ما بحالهمش وجلستوهم في الدار سيروا عافاكم ديروا سخره 10 لتر ديال الزيت ولا 5 لتر البيدويات 5 لتر السكر الفرينه الطون شويه ديال واخا نقولوا اللحم حنايا نقدروا نعيشوا به. المغاربه ما طلعوش كياكلوا اللحم 24 ساعه على 24 ساعه. طلعنا كناكلوا حتى حنايا اللحم كل مره في السيمانه جوج مرات ميم با تقدر تدوز واحد السيمانه ما كليتيش فيها اللحم كليتي غير الدجاج والحوت الوغ عادي جدا فهمتوا. يعني يحطوا لهم القطار الماطيشه الخضره راه الماطيشه واصله في الحسيمه عندنا واصله اكثر من 1000 فرانك هادشي لا جبرتيها حداك. البطاطا ما عرفتش فين واصله والناس ديال المغرب عافاكم الحوانت بارك راه الملك الله يرحم من رباه والله يخليه لينا والله ينصره حيت علاش حيت خرج ديك القانون تاع اي حانوت غله في المغرب غادي يديوه للحبس ماشي يديوه للحبس وقيل يسدوا له ولا يعملوا له حاجه اولا يعطوا له بروسي اولا يسدوا له الحانوت. الو عافاكم الناس اللي عندهم الحوانت وهذا راه نتوما واحد الحاجه مهمه في حياه المغربي حيت النهار اللي كيمشي مثلا ما عندوش ما تخلصش ما عنده حتى فرانك كيمشي عند الحانوت كيقول له عافاك دير لي كريدي تساهل معاه على ما يجيب ربي التيسير وغادي يعطيك راه ما واكلش راه خاصو ياكل تساهلوا معاهم وما تغليوش. الماطيشه كدير 1000 فرانك خليها 1000 فرانك ما تزيدلاش 22 درهم اولا تزيد لها 12 درهم خلي الحاجه اللي كدير 19 درهم البارح خليها 19 درهم اليوم ما تزيدلهاش حيت الناس ولات الناس اللي عندها الفلوس راه كتمشي تسخر بالملايين ب 5000 درهم 6000 درهم على داكشي نتوما كتغليو حيت عارفين بلي عليهم الضمون ديك الماكله ولكن ما فكرتوش بديك الانسان اللي باغي يتقاتل غير باش يدي كاس الحليب ما قادرش يديه. يعني حاولوا ما امكن تفكروا في هذه المساله وحيدوا هادشي وكنتمنى الشعب المغربي اولا الشعب اللي شوا في اي بلد اللي كيعندو نفس لا سيتوياسيون كنتمنى ان اي حانوت انت كتمشي تشري منه الروز بقده وجبرتي غلاه تعيط للبوليس باسكو قانون جديد كاين قانون جديد ان اي واحد غلا في الثمن غادي تعيط للبوليس يصدق عنده تما وهما كيتكلفوا معاه واش كينقص ولا كيديروا له مولطه انت ماشي شغلك. اي واحد يغلي عليك وما تقدرش تشري كيلو ديال الحاجه كنتي كتشريها مثلا ب7 دراهم وليتي خاصك تشريها ب10 دراهم عيط للبوليس صافي هما دايرين القانون الملك ديالنا هو اللي دار هذا القانون والله يرحم سيدنا وهادشي اللي غادي نقولوا والله يرحمنا كاملين. وكنتمنى من المسؤولين انهم يديروا واحد الحل للشعب اللي فقير والناس الدراري مساكن كيقراو ما عندهم لا اورديناتور لا والو إيه لا انترنيت ماشي كلشي الناس عندهم الواي فاي باغ اكزومبل انا خويا دابا ساعه كيتيليشارجي لا كارت ما عندوش الواي فاي في الدار حيت ماما ما بغاش دير الواي فاي في الدار ديال الوراثة راه في المحكمه ما عارفاش فوق يقد تباع راه كتقول لك ماشي عاد نمشي نانصالي الواي فاي ونبقى نخلص فيه كل شهر ولا حاجه واش فهمتوني. يعني كاين ظروف كاين الناس ما عندوش كيفاش يدير الواي فاي ما عندوش كيفاش يقرا ما عندوش بيسي في الدار كاين بنادم عنده يلاه تليفونو واش يبقى هو دابا وساعه التعبئه ديال 10 دراهم ولا 20 درهم كي غيدير لها يشوفوا كيفاش يديروا يصيفطوا لهم لي دوفوار ديالهم في الوراق في باغ بوست يديروا معاهم لي سوليسيون ويشوفوا ربي يجيب التيسير وصافي هذا اللي كاين. كنتمنى نضاملوا كاملين ونجلسوا في ديورنا وربي ان شاء الله يجيب التيسير. المهم البنات ما بغيتش نطول عليكم هنايا غادي ندوز معاكم نوري لكم شي فيديوهات باش تشوفوني على ما كنهضر لكم مني جبت لكم هذا الموضوع فيديوهات اللي طراو هادي من بعد ما داروا القانون في فرنسا باللي خاصك تخرجي بلاتيستاسيون وخاصك ما تخرجيش مع صحاباتك اولا مع ولادك اولا مجمعه مع راجلك اولا ما نعرفو ماشي ملاصقين ما خاصهاش تكون خاص الانسان يمشي فيت في يقضي حاجته. داروا لنا تما شنو لو دغوا اللي عندنا نديروه يا اما الطبيب يا اما لي كورس يا اما حاجه اورجون تعاوني شي واحد جارك ولا شي حاجه بحال هكا سيتو فوالا البنات ونوريكم دي فيديو اللي وقعوا وندير لكم عليهم دي كومونتير وهانتوما نخليكم على الفيديو انا نكمل مسائلي وراجعه معاكم
باش نبارطاجي معكم احسن سولوسيوات اللي سولوسيوات المهم لي سولوسيون اللي غادي تقدروا تبروتيجيو بهم داركم وحويجاتكم وان شاء الله وليداتكم وعائلتكم يا ربي. وهاد الحاله هنايا هذه في 78 البنات راه قريبه لي لي فوشون واحد فرصة بزز لي ستوك نتاع اوشون باش ياخذ الماء يعني هو من غير غير فوالا سي بون دولو وي 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 هنا المهم البنات كيف شفتوا معايا هاد المرأة راه هنايا في باري وانا واحد باري ما علينا البوليس لقاوها مع مرأة اخرى صاحبتها ولا ما عرفت كيتمشاو قالوا لها ما عندكمش الدغوه وكتقول لهم وي سي سا وي سي سا في الاخر ملي كيقالوا لها لا دوزي من هنا وهذا بدات كتكح عليهم كتقول لهم انا عندي الكورونا وكتكح بحال اللي داتو بحال اللعب يعني بغاو لها مصلحتها وهي كتعمل دي تخويك بحال هذا لا حول ولا قوه الا بالله. والبنات بلا ما نعاود لكم هذا الفيديو ما خلى لي ما نقول دوزو كاع في التلفازه عرفتوا الليله اللي قال لنا الرئيس ديال فرنسا هنايا ماكرون قال لنا باللي غادي ابارتير دو ميدي ما يكونش عندكم الدغوه انكم تخرجوا هي هكا راسكم. مشاو الناس قبل من ميدي هو كان قال بلي لا ديستونس خاصها تكون 1 متر بين الناس وهانتوما كتشوفوا البنات كيف الناس ملصقين كيف الناس مكولين في نفس النهار اللي خرج فيه ديك لا لوامان يعني الناس ما همهمش راهم ملاصقين مع بعضياتهم ونساو بلي الفيروس كاين امبوسيبل. Ça c'est lui. Le signal de l'eau, c'est bon. On va finir à la fin. Au nom de Jésus, va capter la maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue, va capter la maladie coronavirus. Amen. Merci. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue. وهذا البنات هو اللي ما خلاني ما نقول اخطرهم اخطرهم في شيفون واحد كيدوزوا عليهم وكيقول لهم المهم داكشي ديالهم وباش يحيد لهم الكورونا فيروس وكيمسح الوجهد هادي والنفس ديالها وكيديروا الاخر ايماجينو الجهل فين واصل الجهل يا عباد الله. البنات المهم من بعد ما كلينا وسالينا وكل شيء مسح الطبله والمهم كل شيء هو هذاك راني جيت رجعت معكم. المهم كنتمنى انكم تكونوا شفتوا ديك الفيديوهات وفهمتوا شنو بغيت نوصل لكم. البنات اللي الانسان سواء تلقى جدات ولا مامك ولا عائلتك ولا انت براسك شي وحده اللي موسوسه بزاف من الموضوع يعني خايفانه صافي ركبها يعني واحد الخوف كتقول صافي راه يمكن فيا يمكن راه في ولدي يمكن راه في اختي يمكن هذه يمكن هذه لقات راسها راه هي في هذيك المعمعه نتاع راه فيا ولا حاجه بحال هكا اي حاجه كتشككها تما خاصك ديري ستوب. دابا هنايا خاصك ديري ستوب باسكو الا بقيتي كتفكري هكاك راه غادي تحيدي المناعه اللي عندك كتقل عندك المناعه وبذلك الا خرجتي وتلاقيتي بشي حدا راه دغيا يلصق فيك الفيروس الله يحفظك ولكن خاص ما تقليش من المناعه ديالك ديما المعنويات يكونوا طالعين. المرض كاين وي كتعايشوا معاه وي حضي راسك ما يوقع لك والو بروتيجي يديك وبروتيجي راسك ملي تدخلي للدار ما يوقع لك والو تو سامبلومون بحال هيدا يا البنات يعني خاصكم ما توسوسيش لا بالنسبه للراجل ولا بالنسبه للبنت تو سامبلومون وصافي دابا غادي نشارك معكم شوف ما غاديش نخلط معكم دابا قبل وانا كنقلب لكم على شي قرعه بحال هكا خاويه ما لقيتش وما بغيتش نخوي لي برودوي اللي عندي نخويهم وباش ندير لكم فيديو انا راه ديجا دايراهم ما عنديش فين نخويهم لو كان درتها
سينو غادي نغسبيهم ما عنديش فيه الطهم وصافا البنات. المهم اللي غادي نوري لكم عندي هنايا واحد القرعه ديال اجاكس كان فيها اصلا البرودوي ديالها كان بيض بحال هكا وتالا كنبقى فيه شويه وما كنستعملوش ما كيخرجليش هاد الماركه هادي ما عرفتش منين خديتها ما كيخرجليش الحوايج زوينين الجاج زعما ما كينقيش وخويت هذيك شويه اللي كان فيه وصايبته انا فهاد البارح اللي صايبته هذا. المهم شنو فيه هاد القرعه هادي حليتها وكانت عندي واحد النص القرعه اخرى خويتهم فيها خويت الخل خويت فيها الخل المهم راه كانت عامره حتى لهنا هاد القرعه هادي خويت فيها الخل الابيض حتى لهنا حتى لهنا والباقي درتو ما يعني القرعه كامله هي خل وفيها نقولوا مقدار ديال كاس ديال الماء. هذه شنو كندير بها كنمسح بها هو هذا اي فينيغر عندكم المهم يكون ابيض سواء كنتو في المغرب شريو الخل ابيض ماشي هذاك الغالي نسيت كي سميتو ماشي داك الغالي اللي كيكون بالسيترون راك عارفه باللي في المغرب عندنا تما في المغرب واحد الخل ابيض صغيور بالسيترون كيغليوه هذاك لا سيري قلبي على لي بيدو ديال على قريعات ديال الخل ابيض غير رخيص بحال ليترو ديال الخل ابيض رخيص وشوفي واش تجبريه الا ما جبرتيش ديري الخل العادي اللي عندنا هذيك الحمر هذاك الماغو. المهم فوالا المهم احسن حاجه في الميناج وفي اي حاجه في ديزانفيكت هو هذا كيكون فيه بزاف ديال الكول كيكون فيه الكول بزاف في هذا هذا ترشي به انا اش كندير به ملي كنمشي كنخرج كندخل الصباط ديالي كنرشهم عليه شفت لطيفه صاحبتي وعطتني حيله والله العظيم انا كنت كنحط الصباط حدا الباب انا اصلا كنحطهم حدا الباب وما كنعاونش شي حد يقرب لهم كنحطهم على شي ميكو ما كيقرب لهم حتى شي حد حتى كتفوت 6 سوايع. اللي قريت على هذا الفيروس انه كيبقى في الحوايج اولا في الصباط فين كتمشي اي حاجه حديتيها كيبقى 6 سوايع عايش الوغ في 6 سوايع تقدري ديري بزاف الحاجات تقدري تحادي بزاف الحاجات. فوالا البنات المهم كنرشو على الصباط كنخليه لهي حدا دخلت الدار وكنرشو على المفاتح وكنمسحهم بالسباله وكنرشو عاوتاني في اي كاغط عندي كنمسح به البواني ديال الباب اللي دخلت منها كنديها في لاسانسور ملي كنمشي نهبط حاجه كوم نهبط لابوبيل ولا حاجه للكراج كنرشو في الكاغط وكنحل به لاسانسور وهذا واي حاجه الاستعمال اليومي تاع هكا نمسح يصلح في حالتين ما عندكش ديزانفيكتون هذاك الجل ديزانفيكت ما لقيتيش في الفرماسي انا ولا ما عندكش لي مويان تشريه اش غادي ديري تغسلي يديك مزيان بالصابون ملي كتدخلي من الزنقه كتغسلي يديك مزيان بالصابون اصلا ديزانفيكتون كيمشي من بعد ما كتغسلي يديك بالصابون تغسلي مزيان وشدي مثلا هذا اللي فيه الخل والماء ورشي على يدك ودوزيه من بعد هذا هو الديزانفيكتو ديالك يعني الخل والماء ماشي ضروري تكون الكميه ديال الخل قد هكا تقدري ديري كميه ديال الخل غير شويه انا هذا خليته باش نديزانفيكتي مزيان الصباط السوارات فوالا حتى الطبله مني بعض المرات اي حاجه كنحاديوها الكراسه او داكشي هذا ما كان بالنسبه لهذا اللي ساهل الخل والماء والحاجه الاخرى اللي غادي تايغي بها الهواء يعني تنقي بها الهواء من الميكروبات ومن البكتيريوم بزاف د الحاجات هو هذا الخليط اللي خلطت هنا فيه جافيل جافيل العادي اللي عندنا او دو جافيل كنصحكم بجافيل تستعملوه في التياق الماء وجافيل والماء سخون يكون الماء سخون وجافيل وديري فيه شويه ديال الملحه باش تحيدي الطاقه السلبيه من الدار وجفي هو باش جففت البارح ريحه جافيل ما نعاود لكم شحال وحشتها. وتاني حاجه في هذه القرعه هذه شنو فيها فيها بزاف ديال الماء وفيها شويه ديال جافيل نقول لكم مثلا كاس ديال جافيل ولا ما كاملاش والباقي كله ما ياكو وصافي وشنو كديري به انا نوريكم كنايغي به بحال هكا كنرشو في الهواء وتقدري ترشي على الطابي على اي حاجه ما عندك ما تخافي باسكو الجافيل راه مخلط ما عندك ما تخافي والريحه في الهواء كتكون واعره كيكون كلشي ديزانفيكتي وتقدري ميم ترشي على الخضره ديالك ومن بعد تغسليها ملي تبغي تاكليها باسكو غير الماء والخليط شويه ديال الجافيل يعني فوالا والريحه كتكون زوينه وانا هادشي كنديرو بالليل البنات يعني فريمون حيت مع الدري وهذا بالليل كنديرو كنهوي به الدنيا وصافي ودابا درتو ريحه ريحه نقيه ديال جافيل خفيفه 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 وزوينه. المهم الماء وجافيل كيف قلت لكم وبالنسبه للجيل الجيل ديال اليدين سمحوا لي كنت باغا نمشي نجيب لكم ولكن سازاريان الجيل ديال اليدين يعني درتو لكم في القناه وراه بزاف البنات شافوه بزاف البنات داروه وراه حتى في الانستغرام ديالي اللي هو حنا شانيل حطيت لكم في ديك ستوريا دائمه ديك ستوري الدائمه راها تما وتقدروا تشوفوا بلا عبار وبكلشي وتصايبوا الجيل ديزانفيكتو ديالكم. غادي تحتاجي فيه الالوي فيرا الكول
ou زيت مناسب زيت اساسي بوان فينال في بلاصه الزيت الاساسي تقدري ديري الجليسيرين الى عندك. وهذا ما كان البنات كنتمنى اننا نكونوا تكونوا فهمتوا من هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. حبيت نبارطاجي معكم القرايه ديال ولدي، نورمالمون غادي نبدا معاه دابا غير نوض من لاسيست وصافي. ما عرفتش واش نقدر نبارطاجي معكم حاجه ولا نقول لكم بسلامه هنايا باش ما نطولش عليكم. والمهم انا بديت معاه البارح، بديت معاه البارح حيت التنين كان مريض شويه وبديت معاه الثلاث، ولكن بديت له داكشي ديال التنين يعني ما خليتش التنين ونقصت الثلاث فوالا. دار ديزاكتيفيتي بحال دابا هو صغير يعني كنلهي معاه هادشي في العشيه. وشوف البنات بلا ما تقنطوا والله ما قنط باقي، واخا زعما جي اون في نخرج حيت كاين الشمس وهذا من داخل ديالي راني مقتنعه بلي هاد الحاجه مزيانه ليلي، ونهار اللي غادي نخرج تسخا بولي كورس ولا حاجه ناقصاني في الدار ولا حاجه ضروريه. كيف قلت لكم البنات تبع داكشي اللي كتبوا لنا يعني بالترطيب شنو نديروا معاهم. درت مع اول حاجه هو انه يحاول يدير واحد لوغو هكا كيبقى يدور موراه يبقى يدور يدور يدور، هذه الاوليه. ثاني حاجه هي لا اول حاجه بعدا كنقول لهم شنو اليوم شمن نهار شحال فلادات وشنو هو الفي كومون زعما لو طون الجو اللي عندنا كي داير، وكنقول له كنبينوا له واحد الورقه هذيك اللي فيها الالفابي، وكتوري له كتقولي له السميه ديالك بعدا كيبريزونتي الكرازو، ومن بعد كتقولي له باش كتبدا السميه ديالك يعني فين هو الحرف ديال السميه ديالك، وكيوريه لك هو لقيتو ديجا عارف هادشي يعني في ليكول كيديروا لهم هادشي وخلاونا نفس السيستيم للدار. ومن بعد درت معاه ثلاثه ديال الحروف ديال الالفابي اللي غادي يتعلمهم، نختارهم انا ونوريهم له يقول لي شنو هما، اللي ما كيعرفهمش كنعلمهم له كنكتبهم له في سبوره، عند واحد سبور باردون عند واحد السبوره في البيت كنجيبها له هنا. وشنو اخر درت معاه هادي وشنو درت وفي الاخر عنده معاه ثاني واحد الحاجه كتقول لك جيبي يعني سواء جيبي واحد المجله فيها يقطع هو تقولي له اعطيني الزبده اعطيني فيها داكشي ديال الماكله، انا ما عنديش الوغ مشيت جبت الماكله من هنا من الدار حطيت له حداه وقلت له اعطيني مطيشه اعطيني هادي اعطيني هادي، وكيعطيهم لي داكشي اللي كيعرف كيعطيهم لي، واللي ما كيعرفش فيهم كنوري له شنو هي وهادي. وهكا ديزاكتيفيتي وديك الساعه ولا جوج سويعات كيدوزوا معاه مزيونين، هو كيلعب حنا كنلعبوا كنضحكوا وصافي، وكنبقى ندير معاه شويه هكا واحد الساعه ماكسيموم في النهار كتكملي له ديك النهاره ديالو كدوزي. هذا ما كان الحبيبات ديالي وصراحه صافيدو بيا، وكنت بغيت نبارطاجي معكم ولكن ناعس عاوتاني معليش، المره اخرى ان شاء الله ملي نكون فايق ونديرها له في الصباح. الا راكم انتريسي قولوها لي ونبداها لكم ان شاء الله غدا نديرها لكم في الصباح قبل ما نديرلوش العشيه نديرلو الصباح فوالا ملي نفيقوا ان شاء الله ونبدا معاها باش نكمل لكم بحاجه اخرى. وصافي الغزاله ديالي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو معايا بشي حاجه ودوزتوا معايا وقيته زوينه، ونقول لكم دابا رحنا غير مع بعضياتنا ورحنا مداعمين بعضياتنا ان شاء الله، ورحنا ديما مع بعضياتنا كيف غنقولوا، والله يحد الباس وندعيو كاع لرب العالمين انه ياخذ علينا هذا الوباء هذا. ومشحال ما جلسنا في ديورنا الناس كاملين سوا اللي في المغرب سوا اللي هنا وهذا، الا وكنحافظوا على سلامه بلادنا وكنحافظوا على السلامه ديال الناس، وفي نفس الوقت كنحدوا الباس نتاع هذا المرض يعني كيف نجحوا لاشين انهم داروهم حتى حنا ان شاء الله مفاغيفي مي خاص نديروا يد فيد. هذا وصافي البنات وتهلاو لي فراسكم بزاف كنحمق عليكم وحده بوحده. باي باي.